وجود ماجد سرور يعني امهر عازفين القانون. شفنا في البداية كده يعني كنا عارضين حاجة لبليغ حمدي هو بيحفظ وردة. أيوة. والحالة بتاعت بليغ ووردة دي حالة غنائية مهمة. طبعا. يعني يمكن الزواج الإنساني أثمر عن حالة غنائية رائعة. أنت كعازف وبليغ على العود كان حريص دايما أنه ينقل لوردة اللحن بشكل كبير. كلمني وانت عصرت وردة ووردة غنت وانت عزفت كمان. أنا طبعا كنت محظوظ جدا جدا في ان اكون معاها من زمان او من سنه 89 من خلال العزف مع الفرقه المسيه. كنت انا يعني بعزف معاها يعني. واخر 3 سنين في حياتها هي طلبتني ان اكون انا المايسترو بتاعها. وعملنا حفلات كتير وكده. كانت ايه اكتر الاغاني اللي كانت بتغنيها ورده في 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 اخر 3 سنين؟ هل كانت بتعمل كل اغانيها ولا كان عندها عدد بتحب هو ده اللي تقدمه؟ هو كان في كوكتيل هي عملته مؤخرا كان جامع لمعظم اغانيها اسمه من كل بستان ورده. وهي ورده من كل بستان. بالظبط. فكان ده بيجمع لمعظم اغانيها الناجحه المكسره الدنيا. غير كده هو بقى هتلاقي مثلا بتونس بيك، حرام تحبك، الحاجات الحديثه دي مرحله كمان نقلت ورده. نقلت طبعا. كانت رجوع. انا طبعا يعني كان ليا حظ ان انا كنت مسؤول عن اني اعمل لها تدريبات للصوت بالقانون بعد كل السنين دي. ورده كانت بتعمل تدريبات للصوت. لا ما ينفعش مطرب ما يعملش تدريبات طول الوقت. لازم طبعا يعني المطرب لازم يعمل تدريبات. لازم اللياقه على طول طبعا. لان دي عضله. في مره انا كنت قعدت كده بالقانون جنبها كده وانا بديتها التدريبات بالقانون. دايما الفوكاليست بيبقى بيانو. لكن عملت لها بالقانون فعجبها. عجبها الشكل الشرقي ده. وتمارين مستمره وتتدرج درجه درجه لحد ما تعلى الاعلى اعلى حاجه بتقدر تجيبها بصوتها. وريني حته كده بالقانون لو بتدرب وايمان تعمل كانها ورده. عايزينها كده حته بس يعني قبل ما اطلع فاصل ويقولوا لي يلا لان اتشديت يعني مش عايزه اكله سريعا. المشوار يعني هي جمله قلت لها درجه درجه في المقامات الشعبيه وهي بقى مثلا غنيه بصوتها. زي ايه مثلا؟ ايمان تدينا من عندها كده لو بنتدرب. هنقول نفس الموضوع كده. يعني خليني اقول انه ده الشكل اللي كانت بتتدرب عليه ورده. لا احد ينجح بالصدفه. النجاح مشوار، تعب، مجهود، تالق، والحفاظ على النجاح كمان صعب. حلوه قوي. هنكمل لانه ورده ما وقفتش عند محطه واحده. من بليغ لسيد مكاوي لعبد الوهاب لفريد الاطرش صبجي عمار الشريعي حلمي بكر شرنوبي. يعني الحقيقه مشوار طويل جدا. ورده اللي بدات واتولدت في فرنسا لكن غنت أحلى غنى عربي.